رحبا حضراتكم مرة ثانية والفقرة الأخيرة مع دكتور زينة أو السعود زي ما احنا متعودين كده كل فترة بنبقى بنتكلم عن ملف مختلف النهاردة الملف اللي هنتكلم فيه عن التمثيل الغذائي ناس كتير ممكن ما تبقى مش فاهمة يعني ايه التمثيل الغذائي وازاي احسن جسمي وازاي يبقى فيه تمثيل غذائي مناسب في كمان جسمي كل الملفات دي هنتعرف عليها في الفقره بس خلينا نرحب الاول بدكتور دينا ابو السعود يعني دكتور دينا صباح الفل ومنورانا كالعاده وبتفيدينا كالعاده كل حلقه بملف مختلف والنهارده نتكلم عن التمثيل الغذائي نعرف الناس في الاول يعني ايه تمثيل م. غذائي التمثيل الغذائي يعني تفاعلات هي مجموعه تفاعلات كيميائيه بتحصل في كل خليه في جسمنا لانتاج الطاقه سواء بقى حركه او تنفس او نمو وعمليه التمثيل الغذائي ازاي نقدر نحول الاكل والشرب اللي احنا بناكله لطاقه الطاقه مهمه جدا عشان التفكير عشان التركيز عشان الحركه عشان النمو وطول ما احنا عايشين لازم يبقى في تمثيل غذائي من غير تمثيل غذائي مفيش حياه ده التعريف البسيط للساده المشاهدين طيب وفي حاجه اسمها الايد معدل اه, آه ده ده مصطلح يمكن طبي بس آه. ممكن نفهم عنه هو الايد الميتابوليزم طبعا المعدل ده بيبقى آه ان انا اشرحه بيبقى صعب جدا لان هي ليها آه معادلات تانية خالص لكن آه ازاي نقدر نحسن التمثيل الغذائي مهم جدا ان احنا نعرف يعني ايه تمثيل غذائي زي ما انا قلت وازاي نقدر نحسن التمثيل الغذائي وايه الاعراض قصور التمثيل آه. الغذائي ده مهم جدا يا نهوان طيب التمثيل الغذائي ازاي نعرف اعراضه لو عندي اضطرابات في الوزن فجاه بتخن بسرعه او آه. بسرعه ولا آه. علاقة هو اكتر سمنه مم. ده من اكتر الحاجات اللي بيبان عندنا مشكله في التمثيل الغذائي طيب ازاي نقدر ان احنا نعوض ده وازاي نقدر نحسن الميتابوليزم يمكن في مقوله خاطئه ان ايه ده انا هاخد فيتامينات ده انا هتخن بالعكس الفيتامينات فيها فيتامينز مهمه جدا لتدعيم الطاقه مهم قوي ان انا اعرف ادعم الطاقه مهم الاكل اللي انا باكله الخليه تعرف تحولها من 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 ده لطاقه بس بكرة اسالك حاجه يا دكتور بمناسبه فعلا الفيتامينز اللي بتتخن البعض بيقول ان الفيتامينز للشعر اللي هي تبقى كونسنتريتد اللي هي مركزه للشعر بتتخن مش بتتخن بتفتح اكشلي الشهيه هو الحلو في الفيتامينز انها بتحسن المود اه وانس ان مودك تحسن يبقى شهيتك كويسه وطاقتك كويسه انا مش انا ضد ان افقد الشهيه ليه افقد شهيتي آه. شهيتي كويسه اكل اكل صحي يمكن انت قصدك يمكن على البيوتين لو تركيزه عالي بالعكس الفيتامينز بتحسني المود يمكن كمان لما بتلاقي عندي مشكله اكتئاب او ملل او قلق بيحصل تخن على فكره أوه. لان انت عندك نقص في فيتامينز مهمه جدا للتمثيل الغذائي اللي هو فيتامين بي كومبلكس بكل مشتقاته من اهم الفيتامينات اللي بتقدر تساعد على الحر وتعليل الميتابوليزم يمكن الستات عندها مشكله اكتر في معدل الايض ليه لان الراجل عنده عضلات اكتر عنده كتله العظم اثقل من الست أي. فالست بيحصل لها يمكن حتى بعد انقطاع الدوره بتتخن لان هرمون الاستروجين بيقل وانس ان هرمون الاستروجين قل بيحصل انها مم. بتدخل بتتخن ف... فلا انا مش مع ابدا ان الفيتامينز بالعكس الفيتامينز بتعلي لي معدل الحرق جدا ومن اهم الفيتامينز او من اهم المكملات الغذائيه اللي موجوده في في الصيدليات في مصر دلوقتي هو الب مالتي فيت يعني الب مالتي فيت مهم جدا لدعم التمثيل الغذائي التمثيل الغذائي مش بس عشان ان انا اخس هو ده, ده, رقم واحد أيه. لكن مهم حتى حركتك حركتك في التنفس مهم التركيز كل ده بنسميه تمثيل غذائي الب مالتي فيت مهم جدا لدعم التمثيل الغذائي لاحتوائه طبعا هي دي العلبه يا هوند العلبه نركز في تفاصيلها نركز في شكلها ملناش اي ملناش اي بديل حلو بس انا عايزه اقول لك على حاجه بقى دكتور كويس م. قوي ان انا افتكرت دلوقتي لان دي رسائل كان حد قايل لي اقولها لك اصلا الارقام اللي على الشاشه اوقات آه. بتبقى مغلقه او محدش بيرد آه. فيعملوا ايه الناس واضح ان في ناس كتيره حابه ان هي فعلا تتواصل عشان تحصل على الفيتامين ايه بقى الحل الحل لا هو احنا عندنا بدل التليفون ثلاثه نحاول نتواصل تاني بس عليه بس الارقام تمام مش شغاله لا لا مش شغاله دي حاجه مهمه نوضحها برضه هو الارقام دي للاستفسار فقط احنا موجودين في كل الصيدليات حتى لو الرقم مشغول انزلوا الصيدليه اطلبوه ما عنديش مشكله طبعا قلب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء مهم قوي اقول ان 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 مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء عشان يدي امان لكل الناس اللي بتتفرج علينا انه مرخص يا جماعه ما تاخدوش اي حاجه من المكملات الغذائيه ملهاش ترخيص وما تمشوش ورا اي حد ايا كان يقول لك وقف الدواء وخد فيتامين ما فيش حاجه اسمها نوقف الادويه الادويه هي رقم واحد في العلاج الفيتامينات هي دعم التمثيل الغذائي دعم المناعه دعم صحه الشعر والبصره البشره ودعم تكوين خلايا الدم فدي برضو بوينت مهمة جدا لأن ألاقي حد يقول لك إيه طب إحنا نوقف إزاي يا جماعة نوقف دوا يعني مثلا مرض السكر مثلا محتاجين الأدوية بتاعتنا زي الإنسولين وزي الأدوية التانية لكن قلب مالتي فيت لا يتعارض مع أي دواء من اصحاب الامراض المزمنه جدا يعني الارقام دي بيتم الاستفسار منها واعتقد كمان ممكن نحجز بيها بس هي ممكن يكون بس الضغط ففي الدخط مشكله بالزبط بس بالظبط هو واضح ان في اقبال دي حاجه حلوه آه يعني طبعا. دي حاجه <applause> لا حلوه لا, لا انا شخصيا بجد في ناس بتسالني يعني انا بقول لك الحاجات اللي, اللي, اللي لك رسايل الناس آه. لأن انا ما اعرفش اكيد مش هديهم رقم حضرتك <applause> فبقول لهم الارقام مش شغاله لا اكيد شغاله لا شغاله, شغالة ممكن يكون بس سبب <applause> الضغط وقت صح, حلقة. صح احنا موجودين على فكره الكول سنتر ده للاستفسار فقط مم. مش للبيع موجودين 24 ساعه اول حجز يعني ده او ده اه موجودين 24 ساعه ممكن وقت الحلقه تلاقي فيه ضغط عالي قوي فكلموا في اي وقت غير وقت الحركه الحلقه, الحلقة الكول سنتر موجود ويقدر اقول لكم موجود في صيدليه ايه جنبكم لان احنا في خلال ان شاء الله شهر هنوفر في كل محافظات مصر ايا كانت حتى البعيده حلو جدا طيب لو جينا دلوقتي يعني سالتك عن موضوع اصلا المكملات الغذائيه وهل انا اقدر اعيش بيها لايف تايم؟ يعني مم. ممكن حد يجي يقول اخد كورس مثلا ثلاث شهور واوقف ولا اخده سته طب اخده مره في السنه؟ صح. يعني برده المعلومات الدقيقه دي طبعاً. بتفرق مع الناس. بيبقى في بعض الفيتامينز بتتاخد كورس زي ما الدكتور بيكتب مم. سواء شهر او اثنين او ثلاثه ده بيبقى فيري هاي كونسنتريتد لو عنده نقص شديد شديد مثلا سيده عندها شاشه عظم وعندها نقص شديد في الكالسيوم وقتها الدكتور بيكتب لها جرعات زياده قوي بيمشي عليها بي بتمشي عليها بقى زي ما الدكتور بيقول شهر شهرين ثلاثه وبتوقف الجرعات الزياده وبتكمل على القلب مالتي فيت لان تركيزه بسيطه مش ملهاش اي خطوره ايا كانت قلب مالتي فيت هو لايف تايم هو مش علاج لاي حاجه مم. هو داعم فقط للصحه وتكوين العظم التمثيل الغذائي مهم جدا يمكن اول مره اتكلم معاكي على قصه التمثيل الغذائي الب مالتي رائع لسرعه التمثيل الغذائي والميتابوليزم بتاعنا يبقى اعلى الله دي نقطه دي مهمه للسيدات طبعا يعني طبعاً. ممكن الميتابوليزم كمان يزيد دي اكتر حاجه ان احنا اي حد أه. عايز يخس بيبقى نفسه مع فيها. حاجات مم. يعني الميتابوليزم يزيد الب مالتي مع الرياضه مم. يعني مش طول الوقت احنا قاعدين مهم قوي ان ان انا اعرف امارس الرياضه بتاعتي بس ساعات يقولوا ايه طب انا بعمل رياضه خسيت في الاول وفجاه ما بقتش خس تاني غير نظام الرياضه يعني انت عارفه الجسم خلاص بيبقى اتعود على التمرين ده فما فيش اي تحدي ان هو يحرق دهون مهم قوي ان انا اعرف احرق دهون انا وانس ان حرقت الدهون العضلات هتتبني اكتر التمثيل الغذائي هيبقى احسن طبعا انا شايفه على الشاشه البو مالتي فيت ده العبوة العبوة بتكفي شهر عشر 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 كبسول في شريط واحد كويس. طبعا احنا شايفين على الشاشة دلوقتي التراكيز بتاعت ألبا مالتي فيت عندي فيتامين اهو عندي الزنك عندي الفيتامين اي عندي فيتامين سي عندي فيتامين بي مهم جدا 3 6 5 عندي الكوبر السي ده الكابر اللي تحتيه الكالسيوم <applause> عشان الناس بتتلخبط بين السي و والسي اي عندي فيتامين بي 1 عندي البيوتين عندي الفيتامين بي 2 عندي الفيتامين بي 12 وعندي الفوليك اسيد طبعا من اهم المكونات او الفيتامينات لتمثيل للتمثيل الغذائي وتعليل الحرق هو فيتامين بي بكل انواعه حلو. حلو جدا. آه. بصي بقى عندنا أسئلة مشاهدين كتيرة و... ولسه عندنا أسئلة هنحاول علشان وقت الفقرة. بعدين نروح للأستاذ محمود خليل بيقول صباح الخير على حضراتكم أنا من كفر الشيخ ممكن ألاقيه عندنا في الصيدليات ولا لازم نجيبه من القاهرة؟ ده أول حاجة. وبعدين بيقول أنا ابني في ثانوية عامة وبيشتكي من إنه بينسى. أعتقد أنا نفس الشكوى على فكرة ومش بيعرف يركز وهو بيذاكر فهل ممكن تساعدينا؟ طبعا قلب مالتي فيت موجود في كل محافظات مصر يعني كفر الشيخ واصل لغايه كفر وصلنا في صيدلات كتيره جدا جدا برده نعمل سكرين شوت على قلب مالتي فيت عشان ما يبقاش فيه احنا ما عندناش بدايل موضوع التركيز مهم قوي ان انا ادعم التركيز بتاعي بقلب مالتي فيت لاحتوائه على كذا حاجه من اهم الفيتامينز المهمه للتركيز هو فيتامين بي كومبلكس لانه بيدعم لي جدا صحه الاعصاب وفيتامين ه مهم قوي عشان أوه. بيشتغل از انتي اوكسيدنت وبيقلل الالتهابات فاعتقد ان ألب ملتي فيت هيبقى كويس جدا لتحسين الذاكره وعدم النسيان. طيب رنا منصور بتقول انا نص شعري وقع مش عارفه اعمل ايه ساعدوني. <applause> نص شعرها وقع، طبعا انا عندي فيتامينز مهمه داخل الب مالتي فيت لصحه الشعر زي الزنك زي الكابريتيز. ده المكملات الغذائيه عندها فيها نقص فاحنا بنكملها يعني. ده لو ما عندهاش مرض معين. ايوه يعني صح صح. ممكن يبقى عندها مثلا مشكله في الغده الدرقيه لازم تعمل تروح للدكتور وتعمل تحليل الغده الدرقيه. ممكن يبقى فيه مشكله امراض مناعيه اللي بتهاجم البصيلة الشعر وتوقعها فلازم اهم حاجه اتاكد ان ما عنديش مرض محتاج دواء لكن الب مالتي فيت بيدعم الشعر جدا 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 كويس قوي شيماء سمير هل الب مالتي فيت ليه اي اثار جانبيه على الجواز والحمل وهل الجرعه بتختلف حسب العمر ولا لا؟ ألف مالتي فيت ملوش أي أعراض جانبية إطلاقاً، هيبقى كويس جداً مع الحمل كمان لأن الحمل محتاجين كالسيوم، محتاجين فوليك أسيد، فهيبقى كويس ليها جداً وملوش أي أعراض جانبية إطلاقاً ليها. و... يعني السن أو العمر ما لا هو هو كبسولة واحدة من هو بيبتدي من 13 سنة. نستخدمه لجميع الاعمار، كبسوله واحده اعتقد انها كفايه جدا جدا لان هي التراكيز دي اللي احنا محتاجينها أوكي. في اليوم. طيب هسالك سؤال اي حد دلوقتي ممكن يقول يعني او يجي في ذهنه انا دلوقتي خدت الفيتامين او المكمل الغذائي ده، بعض الناس هتفتكر ان هو سحر، يعني اول ما هبتدي اخذ يوم مم. يومين ثلاثه طاقتي هتتحسن، مودي هيبقى افضل هبقى مركزه اكتر، الحاجات اللي هي اوريدي بيكملها او بيؤدي ليها يعني. المده قد ايه اللي انا ممكن اقول انا فعلا حاسس ان انا شخص مختلف لما ابتدي اواظب على الف مالتي في اهم حاجه يعني هو فعلا مواظبه يعني ما مره في الاسبوع واستنى أه واقول انا مش لاقي نتيجه ليه بالظبط <applause> يعني أو بالظبط اولا سعره كويس جدا انا مم. يعني مش محتاجه احوشه لانه سعره في متناول الجميع كويس فمهم يعني الدكتور فاضل تقول لك بكام خلاص <applause> <applause> يعني خلاص يعني بتأكدي بتأكدي يعني على متناول الجميع فكده حتى الناس اللي هي يعني محدودي الدخل يقدروا أنهم هم يحصلوا عليه بسهوله جدا للاسره كلها بالظبط آه 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 طبعا سعره كويس جدا آه هشوف النتيجه في خلال اسبوع على فكره الطاقه والتركيز بشوفه في خلال اسبوع آه ممكن تحسين الوجه او صحه البشره اكتر شويه والشعر حل يعني حل. ممكن تحسين بصيلات الشعر في خلال اسبوعين ثلاثه بلاقي تحسين كويس جدا اهم حاجه ان أنا أواظب عليه أستخدمه مرة واحدة في اليوم وهو لايف تايم هو مش التركيزات مش عاليه ان انا اخده شهر او شهرين واوقف هو لايف تايم تركيزاته كويسه جدا مناسبه جدا لكل الناس بلا استثناء عايزين بس ناكد على حاجه برده تاني لان بيتبعت اسئله انا بنفسي بقى انا مش دكتوره كنت ببقى عايزه ادخل ارد فبقول هستنى لغايه لما دكتور دينا تبقى معانا برده حد بيجي يربطه مش فاهم ان المكمل الغذائي ده حاجه والدواء ده حاجه تانية آه. يعني في ناس حتى لما بقى انا بخش اتابع كده ردود الافعال فيجي حد يقول لي طب هو الدواء ده يا استاذه هو مش دواء هو اصلا ألف مالتي فيت مش دواء فمعلش النقطه دي نركز عليها اكتر شويه دي شوي. نقطه مهمه قوي يا نهواند مهمه جدا الدواء هو العلاج لاي مرض ايا كان ويا ريت يا جماعه ما, ما نمشيش ورا كلام اي حد ايا كان يقول لك وقف دواء، ازاي هنوقف دواء؟ <مم> عندي ادويه سيوله مهمه، عندي ادويه ضغط، عندي ادويه قلب، عندي ادويه سكر، عندي ادويه هرمونات للستات، عندي ادويه كتيره جدا، لا ما فيش حاجه اسمها بريسكربشن الدكتور دي انا بالنسبه لي رقم واحد. قلب ملتي فيت ليس علاج لاي مرض وليس دواء هو فقط الفيتامينات اللي ما بقدرش اكلها من الاكل لان يمكن الفيتامينات معظمها الجسم ما بيصنعهاش فان انا مش قادره اعرف اكل من الاكل الصحي او اخد الكميه المطلوبه يوميا انا بستخدم الب مالتي هو اسمه مكمل غذائي وليس دواء دي مم. معلومة مهمة جدا وكل مرة يا نهوان دياريت برضو لا لا ده أساسي صح كده. آه. طيب هنروح معلش للرياضيين شوية. أنا حتى يعني أصدقاء لي في الجيم وغيره بشوفهم بياخدوا مكملات غذائية. إزاي أعرف المكمل الغذائي الأنسب لي وليه مالتي فيت مش مكمل غذائي تاني آه آه طبعا قلب مالتي فيت هيبقى داعم للرياضيين جدا لان الرياضيين محتاجين فيتامين بي كومبلكس عشان صحه اعصابهم لو عايزين يشيلوا اوزان تقيلة وايديهم ما ترتعش لازم الاعصاب تبقى قويه محتاجين زنك طبعا لان الزنك هو اللي بيريح حل العضله بعد بعد التمرين ومحتاجين ياكلوا بروتينات زي البيض حلو قوي ليهم على فكره البيض مهم جدا للدعم الغذائي يمكن يعني عايزين برضو نقول ايه الاكلات بس البيض المهمة. المسلوق ولا البيض اللي لا بزيت لا و... لا 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 ومشروم وبصل عارف عارفه بيقولوا لي ايه طب خلاص انا عايزه اخس ما افطرش لا دي مصيبه ان انا ما افطرش ايوه صح لا صح الفطار صح. الصحي الصبح هو اللي بيدعم لي التمثيل اي الغذائي. حاجه بقى اكل اي حاجه انا عايزاها لا عايزها. ما اكلش اي حاجه لا لا, 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 لا. هنا ما اكلش ثلاثة أربعة رغيف عيش واقول ان بالظبط دي الادويه اللي بتدعمني ل... <تصفيق> لا الموضوع <applause> بعد <طبعًا. تصفيق> ايوه فمهم قوي التمثيل الغذائي السلمون عشان الدهون الصحيه مهم جدا زيت الزيتون عشان الدهون الصحيه الجزر الموز البروكلي مهم السبانخ المشروبات يقول لي طب خلاص عرفنا الاكل طبعا الفراخ مهم اللحوم البيضاء المحار العشب البحر كل ده مهم من المشروبات او الحاجات اللي بنشربها لي التمثيل الغذائي القرفه حلوه قوي القرفه حلوه قوي مم. الجنزبيل حلوه قوي اه الاكلات اللي فيها شطه طب الكمون الكمون برضه حلو انا بشرب كل يوم كمون سخن ده ده جميل الكمون كريم بيقعد يقول عليه ريحته عامله زي الكاري ك... و... وعلى فكره الشطه حلوه جدا الاكلات اللي في السبايسي الشطه مم. بتخسس. مم. آآ آآ طبعا هي دي الاكلات والحاجات اللي نشربها اللي بتقدر تدعم التمثيل الغذائي. ال... ال... الناس اللي في الجيم او الرياضيين هيبقى ليهم الب مالتي فيت حلو لانه في زنك وفي في فيتامين بي كومبلكس، في كالسيوم عشان نقدر نقوي عضمنا الكالسيوم موجود ب 70 مللي جرام كمان داخل الب مالتي فيت. كويس قوي، طب انا دلوقتي لو جيت مثلا شخص مثلا عندي مشاكل في فكره هنا ان يعني اسمها التكوين الغذائي اللي في الجسم، التكوين ده. الغذائي عندي في جسمي في نقص، وفي نفس الوقت أنا بصراحة مش قادر إن أنا أعوضه بالنصائح اللي حضرتك لسه قايلها دلوقتي اللي الأكل السليم كذا، الشرب، الحاجات المعينة، وما عنديش وقت وحياتي سفر والناس زي دي موجودة كتير جدا. مم. لو أنا دلوقتي جيت قلت الشخص زي ده أو نصحته نصيحة أقول له كل عادي مثلا باللايف ستايل بتاعك اللي هو مش مش سليم بس على الأقل صلح وخد مالتي فيت كمكمل غذائي يعني نعمل على الاقل بالانس ده مهم جدا طبعا ان احنا نقدر نعمل بالانس لان فيتامين بي هو اللي بيحول لي البروتينات والدهون لطاقه فالاكل اللي فيه بروتين او حتى دهون بيقدر فيتامين بي كومبلكس يحوله لي طاقه وما مشكله ان احنا نلعب شويه رياضه ونشرب ميه كويس او بقى. نتحرك في البيت أو احنا اصلا حتى احنا أيوة. في بيتنا بنقعد عدين. نطلب من الناس قاعدين ما قاعدين ما بنتحركش قدام مم. التلفزيون فمهم برده الحركه على بقول انا على طول في الحركه بركه نتحرك شويه ونستخدم الف مالتي فيت ده مم. مهم والسيدات اللي بعد انقطاع الدوره بتلاقيهم بيتخنوا يعني دي برضو مشكله ان هم بيعانوا من السمنه فلان هرمون الاستروجين آه بيقع فاحنا فعلا ناكد على النقطه دي بالضبط. مهمه قوي. مهم جدا, كويس جداً. وال... والضغط العصبي بيعلي الكورتيزول لا بقى مش هنلاقي <applause> دي مش هوعدك ان ليها حل يعني نحاول احنا نحاول. عايزين سحر اه نحاول <applause> الضغط خلاص <بقى>. ناخد الف <applause> مالتي فيت بقى <applause> فعلا هيقلل آه،, آه, طبعا بيدعم انزل اجيبه حالا <applause> بيدعم جدا التمثيل لا فعلا غير. الفتره اللي احنا فيها دي على الاصعده كلها سواء ناس في الدراسه ناس بتشتغل ناس بتدرس ناس متجوزه ناس يعني مرتبطه ناس اهالي كله عنده الشد العصبي ده، للأسف طبعًا. الشديد مؤخرا بقينا نسمع أطفال، نسمع شباب بيتكلموا في النقطة دي، نسمع المفروض عواجيز فوق سن المعاش يكونوا مرتاحين، يكون... القصة فعلا محتاجة حاجة مهدئة شوية، بس معلش لو هنختم بالسؤال ده، إيه اللي ممكن أو إيه مكونات ألت مالتي فيت اللي ممكن تهدي لي شوية الأعصاب بس في أقل من دقيقة؟ من اهم الفيتامينز فيتامين بي كومبلكس مهم جدا جدا لان هو اللي بيدعم لي الاعصاب قوي وبيدعم لي التركيز وحتى صحه العين يعني بتلاقي مم. ساعات بيحصل بليرد فيجن من, من, اهم الفيتامينز لي للي للي للاسترخاء هو فيتامين بي واكيد موجود داخل الب مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الغذاء وعلى طول بقول ما ناخدش اي حاجه احنا مش عارفين ترخيصها والحلو في هذا المكمل انه موجود في الصيدليات وده يديني امان انت عارفه يا يعني هود ما في اي دواء او اي مكمل غذائي موجود على الصيدليه في الشلف ملوش ترخيص صح فدي صح. ده امان نقطه مهمه جدا دكتور دينا بتنورينا كالعاده وانا مرسين. بستفيد قبل اي حد كمان والساده المشاهدين والتابعين في كل مكان اكيد بيستفيدوا ولسه في حلقات كتير وملفات كتيره جدا هتكون معانا خلال الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي ان شاء الله مع دكتور دينا لغايه دلوقتي انا خلاص بقى هنهي الفقره ونشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده انا وكريم مع السلامه